النهارده في صرح عملاق ما شاهدتش بورسعيد زيه قبل كده، لكن قبل ما نتكلم عن تفاصيل الصرح اللي احنا عليه النهارده، عايز اعرف من حضرتك فكره عن اهم التطورات اللي بتتم النهارده في مدينه بورسعيد. اهلا بكم الاول في موقع الهيئه العامه لتنميه البناء والاسكان في محافظه بورسعيد. الحقيقه مدن القناه عامه كان ديها مساهمه من الهيئه العامه لتنميه البناء والاسكان في إعادة الإعمار بعد حرب أكتوبر 73. حضراتكم شغالين هنا من فترة طويلة من جدا زمان، وهي تاريخ الهيئة، تاريخ إنشاء الهيئة من الستينات، يعني بحوالي 500,000 وحدة سكنية، طبعا عن طريق الهيئة وعن طريق الجمعيات التابعة للهيئة، وفي مشاريع كتيرة اتعملت في بورسعيد. لكن قبل ما نتكلم عن تفاصيل المبنى، عايز أتكلم عن الموقع. الموقع حيوي جدا، كلمنا عنه. السكن التعاوني بيتكون من 68 برج، عبارة عن أرضي و11 دور متكرر، منهم 26 برج في منطقة العلاج الطبيعي و48 برج في منطقة ناصر. برضو كل الأبراج أرضي و11 متكرر، بإجمالي حوالي 3000 وحدة سكنية، دول اللي كنا متعاقدين عليهم مع محافظة بورسعيد. الطريق ده عرفنا أنه هو طريق حيوي جدا في بورسعيد، كلمنا بيربط من فين لفين وأهميته إيه؟ شارع الأمين ده بيربط تقريباً بورسعيد من طولها لعرضها، ويعتبر محور حيوي في محافظة بورسعيد. يعني حضرتك لو بصيت على الشمال هنا هتلاقي شايف البحر، أخره البحر تمام، أو القناة، القناة يعني. ومن الناحية التانية يعتبر أخره محور 30 يونيو. محور 30 يونيو بقى النهاردة أفضل طريق بيوصل لبورسعيد والمدن القناة بشكل عام. مظبوط، إنجاز كبير بيضاف لإنجازات كتيرة تمت في السنين اللي فاتت. بالنسبة للسكن التعاوني ده، يمكن الهيئة دعمت الوحدة السكنية بأكثر من 250 ألف جنيه دعم للوحدة، تم تعويضه عن طريق بقى الإسكان الاستثماري اللي احنا برضو بصدد ان احنا واقفين فيه النهاردة. يعني حضراتكم بيبقى ليكم دور مجتمعي كمان، مش بس دور استثماري، وده كان فكرة خارج الصندوق بصراحة بالتعاون مع المحافظة. الاستثماري بقى بيتكون من 26 برج أرضي و10 متكرر، منهم 4 برضو برج في العلاج الطبيعي و22 برج في موقع ناصر. عايز اتكلم على مشروع اللي احنا واقفين عليه النهارده. زي ما قلنا، المشروع فيه احسن استخدام للمساحات. حضراتكم قطعتين ارض ما بينهم شارع حيوي جدا وهو شارع الامين، ازاي قدرتوا تعملوا مشروع متكامل على جنبين الطريق؟ المشروع الاستثماري بيتكون من 3 عناصر، 4 ابراج اداريه اللي سيادتك شايفهم دول، والمول التجاري، والجراج المتعدد الطوابق. الأربع أبراج إدارية دول برضو عبارة عن أرضي وميزانين و9 دور متكرر. هل هيكون في سكني في الأبراج دي؟ لا، دي إداري فقط، كلها إداري وتجاري فقط. تمام. المول عبارة عن وينجين، يمين الطريق وشمال الطريق، مسطح الوينج حوالي 2100 متر، وبيوصل بينهم البريدج الطاير ده، ويمكن ده أول مول طاير كده في بورسعيد تقريبا. ده يمكن أنا ما شفتوش قبل كده، إن احنا نبقى رابطين ما بين مبنيين فوق شارع مهم كدا جدا ببريدج زي ده، وكمان انتوا هتستغلوه بشكل تجاري. تمام، هيبقى برضو دي الأوبن إيريا بتاعت المول، وطبعا زي ما سيادتك شايف كده كاشف القناة زي ما قلنا من تمام. اليمين والشمال. مسطح برضو البريدج ده حوالي 2600 متر. الجزء اليمين ده في منطقة سينمات وكافيهات ومطاعم، الجزء الشمال ده هيبقى محلات تجارية ومطاعم برضو. وهنا هيكون في ايه فوق البريدج؟ برضو مطاعم واوبن اريا وكافيهات، أماكن مفتوحة عشان الناس تستمتع بيها.